مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقه ان نستضيف رجل اعمال مميز او سيده اعمال مميزه. رحبوا معي اليوم بالمميزين الاختين مؤسسين ماركت بلاك دايموند، ام عبد الله وشركتها امل الهاشمي. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا، يا مرحبا فيك. يا مرحبا فيك يا ام عبد الله. ام عبد الله وامل هاشمي، حابين نعرف اكتر عن بلاك دايموند، وامتى بداتوا تاسيس شركه بلاك دايموند؟ الحمد لله نحن نعتبر نفسنا من رواد العبايات، ومن الاوائل في الدوله اشتغلنا بدعم حكومتنا الرشيده. امارتنا عطتنا عطاء لا محدود الحمد لله، وبهذا العطاء احنا قدرنا نوصل الى درجات الامتياز. اعطي نفسي لان حكومتي عطتني هذا الشيء اعتبره، فما اقدر اهضم هاي الدرجه لان عطائها غير لا محدود. قصدي نحن من اوائل الناس اللي ابتدينا برخصه انطلاقه، والحمد لله كانت بدايه جميله جدا وبسيطه. الحمد لله اشتغلنا بعدد 1 إلى 2 إلى 3، فلما زاد عدد العمال الحمد لله ابتدينا ندخل على المدخل السب الثاني اللي هو صناعة المصانع أو المشغل. فابتدينا بعدين بتدرج إلى 20 إلى 30، والحمد لله وصلنا إلى فوق 80. الحمد لله حكومتي ما قصرت معي، عطتني الأرض، قمت بصناعة المصنع بعمل مصنع وكملت بسكن عمال. أختي أمل، حابين نعرف أكتر عنك، وإمتى بدأتي تأسيس الشراكة مع أم عبد الله ببلاك دايموند؟ بدينا الشراكة مع بعض من البداية سنة 2003. ما شاء الله. كوننا الاسم مع بعض واشتغلنا مع بعض، هي أخذت التصميم وأنا أخذت دوري في الحسابات، فكنا اثنيناتنا مكملين لبعض. لأن لو تعرفين الشغل ما يكون بإيد واحدة، أكيد يكون دائما جماعي، وخدينا على ما شاء الله أختين، يعني يكونوا ظهر البعض وبتساندوا بعض. الحمد لله دائما مع بعض إن شاء الله، ونكمل دائما بعد دائما ما شاء الله. ما شاء الله. أم عبد الله، حابين نعرف إيه مراحل الشغل هنا بالمصنع؟ ممتاز. يعني أنا إنسانة أحب الشغل العملي أكثر من الرسوم، وهاي دائما يوم أدخل في العمل أنسى نفسي وتطلع لي من فكرة لفكرة، وهو فعلا الممارسة والدخول في هاي الأمور هني اللي فتح لك الأبواب. مو بس الرسم، يعني الخامة، العامل، الماتيريالز اللي بندخله، فهذا كله يساعد ويعطي الأفكار. يعني أنا ممكن أشوف لوحة أطلع منها فكرة في الخياطة، أشوف شنطة أطلع فيها فكرة في الموديل العباية، شيء بسيط يترك يفتح لي العنان اني انا ابدع في هذا الشيء. نبدا جولتنا مع العمال بشكل عملي. مراحل العمل عندنا تبتدئ من الطلب اللي يدون بناء على رغبه الكاستمرز اللي اختاروه، فيدون على طول بالكمبيوتر وتطلع التبييض الطلب وتوزيعه على فريق العمل اللي تبتدي العباء من القص الى التنفيذ المتتالي في العمل. هاي فريق العمل مستمر هنا عندي في القص. بعد تدوين الطلب بالكمبيوتر وإخراج الطلب بتفاصيله يتوزع إلى العمال اللي هو الماستر كتر، يبدأ في القص مع أخذ المقاس والطلب كامل بالفورمات المطلوبة. بدأنا المرحلة الثانية وهو تجميع القطع بعد خياط، بعد قصها، في تجميع القطع بالخياطة ووضع اللمسات فيها، يعني بداية ظهور الموديل تقريبا. وصلنا للمرحلة الثالثة وهو تثبيت الليس أو الدانتيل أو يعني تركيز على الموديل من خلال ماكينة الامبرويدري، وهذه الجماعة كلهم الفريق مختصين في مكنة التطريز. ننتقل إلى اللمسات الفنية الراقية الدقيقة من أنامل العامل والفني عندي هني في هاي المرحلة. أحط الرتوش. الخامات عندي مختلفة، من ليسات، من أحجار كريمة، من لولو، ألوان مختلفة، أسعار مختلفة، خيوط الذهب وخيوط الحرير. أخت أم عبد الله وأخت أمل، حابين نعرف سر تميزكم في مصنع بلاك دايموند. طبعا في كل عمل يحتاج إلى جودة. نعم. وإلى مرونة. نعم.
يعني ولا فريق عمل ناجح، الكل يكمل الثاني. أكيد. يعني العامل لازم يكون صاحب مهارة عشان ينفذ اللي في رأيي أو في مخيلتي، لأن مهما كان المصمم بدون يد عاملة محترفة وقوية ما يقدر ينفذ اللي في باله. أكيد. أكيد. فهذا من المميزات أو النقاط الرئيسية في العمل. العمل يروح إلى مراحل، القامة جيدة، القماش الجيد المتميز، بمعنى أدفع حتى أصل إلى جودة. يعني ما يستوي أنا أكون مقتصدة في أمور وأبغي جودة، مستحيل. لازم أنا أدفع وأبحث عن الخامة الجيدة في السوق العالمي. أكيد. أم عبد الله، زي ما أنا عرفت إن أنت كمان ما شاء الله عليكي بتواصلك مع العمال هنا، وإنك موفرة لهم كل عوامل الراحة وكل عوامل اللي هم محتاجينها عشان يشتغلوا أكتر وبأكتر جودة. بالتأكيد لازم يكون العامل مرتاح، توفير وسائل الراحة، السكن، الكرسي، الجو، البيئة يعني المتكاملة في العمل. لازم مع زملائه وأقرانه في السكن لازم يكون الجو هادئ بعيد عن الضغوط والمشاكل. فهي أمور كلها مرتبطة في بعض. أكيد أكيد طبعا. أخت أم عبد الله، طبعا إحنا في أفضل بلد هنا بالإمارات، حابين نعرف إزاي قدرت تساعد أم عبد الله والأخت أمل بالاستثمار هنا بالإمارات. دولتنا بلد معطاء والحمد لله، أرض طيبة، وقاداتنا هم اللي دعمونا الدعم اللامحدود. نشكرهم جميعا، نشكر كل المؤسسات، نشكر كل القادة، نشكر كل ما سووا في نهضة هذا البلد. أكيد أكيد. وإحنا بنتشكركم كتير باستضافتنا اليوم بالبرنامج، شكرا لكم، نورتونا بالبرنامج. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي رعاية الله. شكرا أختم عبدالله، شكرا أختم منصور، نورتونا بالبرنامج، شكرا لكم.